جدران النظام تسرب الفضائح، وما حد يعرف منين ومنو الشخصية المقبلة. واللافت انه كل التسريبات تاخذنا بخيط، مرة عدل ومرة متعرج شوية، لكن بالنهاية هذا الخيط ياخذك لرئاسة الوزراء والحكومة. التسريبات في الدول المحترمة تهد الأنظمة وتبدل حكومات، وممكن تقيل حتى برلمانات وتطلع تظاهرات بالشوارع، لكن اللي جاي يصير هو حرب بالتسريبات، لأن التسريبات ما جاي تكشف فضائح يمكن تداركها، بل تكشف عن وجه النظام القبيح، ومو بس قدامنا، قدام العالم كله. الروتين الطبيعي ودعتكم، بل الأورام المعتاشة على الفساد، وقدامنا تتغطى بالكذب والخداع والتلاعب بأموال الناس ومصائرهم ومصائر أجيالهم القادمة، لا وامتهان التجارة حتى بعقائدهم. ونعتقد أيضا في مقابل حرب التسريبات اللي صايرة بيناتهم، هناك الدفاع عن النفس بالتسريبات، لأنه من تتكاثر تهمة معينة وتمتلئ الأجواء بيها ويزداد الحديث عنها، يسهل الإفلات من هذه التهمة، مثل تهمة الطائفية والبعث، ومثل تهمة إسرائيل، ومثل تهمة فشل جهة معينة بالسلطة. يصير المدافع هنا يقول لك مو بس هم، مو بس هاي الجهة، كلهم، لأنه من تقول كلهم ما حد راح يتحاسب. الفضائح تتسرب وتزلزل الدولة، لكنها لا تخدش حياء النظام، وهسه نعرف ليش. تتواصل سلسلة التسريبات، ووصلنا اليوم لتسريب صوتي خطير. يزن مشعان الجبوري يتفاوض على مبالغ وحصص حتى يجيب استثناء، منين؟ من رئيس الوزراء. حتى رئيس الوزراء ياخذ حصه، وهو ياخذ حصه، وتيار الفراتين ياخذ حصه. المهم الجديد، وبحسب النائب مصطفى سند، القاضي ضياء جعفر اوقف يزن الجبوري لانه التسريب طلع متطابق. طبعا هنا الحكومه، حكومه الاطار، حكومه ائتلاف اداره الدوله، حكومه الجميع، المفروض نسميها حكومه الفضائح، بوصفها اكثر حكومه جاي تنفضح بنهب المال العام. لكن وبكل استخفاف بعقولنا، وبكل استغفال لوعينا السياسي كشعب عاصر هاي الطبقة السياسية من 20 سنة، يطلع أحد المستشارين بالحكومة وما يستبعد ضلوع إسرائيل بقصة التسريبات، ومثل هذا النموذج ينعاد ويتكرر. هاي الطبقة دائما حاطة البعث وحاطة الطائفية وحتى الطرف الثالث حجة للتملص من فشلها وفسادها وجرأتها على أموال الناس ودمائهم وكرامتهم بهذا البلد. الحالة القبيحة اللي جاي نشوفها بهاي الحكومة، وفي حالة مطابقة الشعارات المرفوعة لهذا الواقع الفاسد المنحط، المفروض والطبيعي والواقعي والأخلاقي اللي كنا نعرف كانت شنو شعاراته قبل ما يصير رئيس وزراء، أن يطلع السوداني ويعلن استقالته علي من باقي، وتحرس منه وتحمي أموال منه وتحارب منه،
الفضائح تلاحقك يا رئيس الوزراء، وبغض النظر عن أي تسريب راح، تسريب يزن مشعان الجبوري اللي طابق صوته يدينك. أنت متهم بناء على هذا التسريب، متهم بتلقي الرشوة. وإذا عيسنا منك وراح يبقى مستشاريك يدافعون عنك، وطبعاً ما راح نوجه الحديث ولا المطالبات لأي زعيم سياسي، راح نسأل البرلمان وين؟ أنتم اللي انتخبوكم منو؟ ويا شعب تحمون وتراقبون ثرواته وأمواله، ويا شعب بالدنيا يقبل هيك يصير بيه، ويا شعب يثور على موجة لأن قطعوا من راتبة 10,000 دينار بالشهر، يعني 120 دينار بالسنة، قلبت الدنيا عليهن، ها؟ وتسكت قدام روتين الفساد اللي جاي يصير بمؤسساتك ومؤسسات دولتك. أمنا ما نعرف بمن بصراحة. حكومة متهمة، برلمان يتواطئ بصمته، زعماء يحتمون خلف البنادق، والله يعين الشعب مثل ما قالت المرجعية بالبيان الأخير، اللي أيست منهم وأيست من عندنا بالمناسبة.